المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تشييع جثمان قائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري. ورشة عمل لمكافحة جراد الأشجار في القاش بركب. تدريب الشباب في مدينة مصوع. قوات الأمن الصومالية تحيد منفذي هجوم على فندق. العراق وتركيا يشكلان لجان مشتركة بمجالات متعددة. وبوتين يصف إنشاء محطات للطاقة النووية في الفضاء بأنه أولوية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شيع جثمان قائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري إلى مثواه في مقبرة الشهداء في أسمرة صباح اليوم 15 من مارس بمراسم الشرف بحضور فخامة الرئيس ياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وقادة الجيش ورجال الدين وأسرته ورفاقه. التحق المنادر اللواء حمد كاريكاري بصفوف جبهة التحرير الإريتريا في شهر أبريل عام 1969 ومع ميلاد قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1970 كان من المؤسسين الأوائل وناضل وقاد بتفاني وإخلاص في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز الإمداد بمختلف مستويات المسؤولية وقائد البحرية وعضو في اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وخلال عمل المناضل حمد كاريكاري لفترة طويلة في جهاز الإمداد والبحرية والقوات البحرية ساهم بدور كبير بشهادة رفاقه المناضلين في تأسيس ونمو وتطور هذه الوحدات والعمليات العسكرية للقوات البحرية. بعد الاستقلال عمل اللواء حمد كاريكاري حاكما لإقليم دنكاليا وقائدا للقوات البحرية الإريترية وأيضا قائدا للقيادة الشرقية ومنسق جبهة التصدي والتنمية الشرقية. وقد خدم شعبه ووطنه حتى يوم استشهاده بتفاني وإخلاص وكفاءة. لقد أمضى اللواء حمد كاريكاري 55 عاما من عمره في النضال التحرري والدفاع عن السيادة وبناء الوطن، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء. ووضع فخامة الرئيس ياس أفورقي ومسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يمانة قبرأب وقائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فليبوس والد يوهنس وقائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملاكي تخلى مريم وسلطان رحيت عبد القادر داود وأسرته أكاليل الزهور في مراسم الدفن. استشهد قائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري يوم 13 من مارس جراء مرض ألم به عن عمر يناهز 73 عاما. وتعرب الحكومة الإريترية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل المتفاني والرفيق القائد المثالي اللواء حمد محمد كاريكاري وتقدم متعازيها لأسرته وعموم الشعب الإريتري. عقدت وزارة الزراعة بالتعاون مع إدارة إقليم القاشبركة ورشة عمل في بارونتو يوم 14 من مارس للمساعدة في مكافحة غزو الجراد الشجري في إقليم القاشبركة. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الجراد الشجري ظهر في أوقات وأماكن مختلفة منذ عام 2018 في الإقليم الذي يشهد أنشطة زراعية واسعة ووجود تنوع أحيائي. وقد ارتفع ظاهرة الجراد الشجري عام 2023 إلى مستوى الوباء وأحدثت الأضرار الكبيرة في الأشجار والمحاصيل، مشيرا إلى الخبرة التي اكتسبتها وزارة الزراعة بشكل عام وخبرها رأى مكافحة الآفات بشكل خاص لعبت دورا مهما في السيطرة على غزو الجراد. وقال السيد أبو بكر إنه على الرغم من الجهود القوية التي شارك فيها المواطنون والجيش والخبراء لمكافحة غزو الجراد الشجري في إقليم القاشبركة إلا أن الوضع لا يزال مقلقا، وتهدف الورشة تعزيز الجهود القائمة من خلال تقوية التنظيم وتنسيق جميع الشركاء والشعب. وقدم خبراء وقاية النباتات ومكافحة الآفات معلومات مهنية في ورشة العمل عن خصائص الجراد الشجري وانتشاره.
وكذلك التدابير المتخذة للسيطرة عليه ونتائجها، ومبادئ توجيهية لفرق مكافحة الجراد والتحديات التي تواجه أعمال المكافحة. من جانبه أوضح قائد الجبهة الغربية العميد أيوب في الساهية حليباي أن الوحدات تعمل بجدية وجاهزيتها عالية لمكافحة غاز الجراد باعتباره جزء من الأنشطة اليومية للدفاع الوطني، داعيا لتقوية تنظيم جميع الجهات العاملة في أنشطة المكافحة. وذكر وزير الزراعة السيد رفاين برهي في ختام الورشة بوجوب القيام بالدراسات وأنشطة الاستكشاف المستمرة واللقاءات للحد من الأضرار الكبيرة التي يسببها جراد الأشجار والآفات المترحلة الأخرى على موارد الأشجار والبيئة، مؤكدا العمل الجاد لتوفير المبيدات ومعدات الرش. تلقى 48 متدربا من الشباب دورة تدريبية في الحدادة والنجارة والكهرباء لمدة 3 أشهر في مركز التدريب المهني للعمال في مصوع. وقد نظمت الدورة بتعاون وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والكونفدرالية الوطنية للعمال. وقال نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمرامه إن الكونفدرالية الوطنية للعمال عامة ومركز التدريب المهني للعمال في مصوع خاصة ظل يقوم بتنظيم الدورات التدريبية المهنية لعدد صغير من المتدربين القادمين من مختلف أنحاء البلاد بالإيواء، وتعتبر هذه المرة الأولى لتدريب مثل هذا العدد بإيوائهم بالمسكن والغذاء، مشيدا بالدعم الذي تقدمه الهيئات الحكومية والجبهة والمؤسسات الشريكة. وذكر المدير العام للإدارة والمالية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد أمها كيداني أهمية التدريب، ودعا المتدربين على تطوير وتعميق مهاراتهم من خلال الجهود الشخصية. وشكر ممثل المتدربين الجهات الراعية واهتمام مدرسي المركز، وأكد بأنهم سيساهمون في برامج التنمية بما اكتسبوه من معرفة نظرية وعملية. وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجين وتوزيع الجوائز التشجيعية على المتفوقين. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مدينة نعفا سيمينارات لرفع مشاركة المرأة في كافة المجالات عامة والتعليم خاصة. وأكدت النساء المثاليات المشرفات على سيمينارات التوعوية على أهمية التعليم الأكاديمي للمشاركة الفعالة في الحقوق والمساواة التي حققتها المرأة الإريترية من خلال نضالها وتضحياتها. وذكرنا بأن التعليم الأكاديمي سيعمل على تمكين وتحفيز المرأة على النضال من أجل حقوقها والمساواة بين الجنسين في جميع القضايا الوطنية. وقالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مدينة نعفا السيدة راية عثمان إن المشاركة الفعالة للمرأة في جميع الهيئات الحكومية هي نتيجة لجهودها وكفاءتها، داعية لرفع الوعي بالعمل والتعليم لمكافحة العادات الضارة. نظم في مديريات معي مني ومعي عيني ومن حيلي بالإقليم الجنوبي أسبوع التنظيمات الشبابية تحت شعار الوعي سلاحنا والتنظيم قوتنا. وتضمن الأسبوع مسابقات في المعلومات العامة والابتكار والحرف والفنون والرقص التقليدي والخطابة والمناظرة. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في هذه المديريات أن الأسبوع الشبابي يهدف إلى استكشاف مواهب وإمكانات الشباب في الفنون والمجالات المتعلقة بالمعرفة، مشيرين إلى أن الفائزين سيشاركون في المسابقات التي ستجري على مستوى الإقليم. ودعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد جرماي جابرو في الإقليم المجتمع على زيادة مشاركته في تدريب الشباب. في غضون ذلك اختتمت المنافسات الرياضية والثقافية والتعليمية التي جرت في مديريات عدخالة وسجنيتي ومعيني ومايمني ومنحيلي. تبرع أعضاء مستشفى تسني بالدم طوعية إسهاما في إنقاذ الحياة، حيث تبرعوا ب 45 كيس دم. وأوضح رئيس جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية تسني السيد سامئيل ولد مريم أن الجمعية أقيمت منتصف عام 2023 لتلبية الطلبات الكبيرة للدم في المؤسسات الصحية. وكانت متطلبات الدم في المؤسسات الصحية يتم تلبيتها سابقا من بنك الدم الوطني.
وأعرب المتبرعون بالدم عن الارتياح لمساهمتهم في إنقاذ الأرواح. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. قال التلفزيون الصومالي إن قوات الأمن الصومالية حيدت منفذي الهجوم على فندق شهير في العاصمة مقديشو. وشهدت قوات الأمن في وقت سابق تحيط بفندق السيل وفندق يتردد عليه مسؤولون حكوميون ومشرعون بعد هجوم أعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عنه. ولم تعلق الحكومة الصومالية بعد على الحادث بعد أن اقتحم مهاجمون الفندق القريب من مكتب الرئيس. وقال التلفزيون الصومالي تمكنت القوات الأمنية من تحييد جميع الإرهابيين الذين هاجموا فندق سيل في مقديشو. وقال سكان لرويترز إنهم سمعوا انفجارا أعقبه إطلاق نار لدى اقتحام المهاجمين الفندق. وقال شاهد من رويترز وأحد السكان إن انفجارا ثانيا وقع بعد عدة دقائق. أعلنت تركيا والعراق إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، وذلك بعد القمة الأمنية التي عقدت بينهما في العاصمة العراقية بغداد. وضمت القمة من الجانب العراقي وزيري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي ونائب مدير وكالة المخابرات ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في حين ضمت من الجانب التركي وزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات ونائب وزير الداخلية. ووفق البيان الختامي المشترك ناقش الطرفان التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، كما أكد أنه سيتم بذل كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة التاريخية، وأعرب عن أملهما أن توفر قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية. وناقش الطرفان كذلك المواقف المشتركة التي سيتم تبنيها في مواجهة التطورات الإقليمية ومختلف التحديات في المجالات الثنائية. وشهدت العلاقات بين أنقرة وبغداد توترا في السنوات الأخيرة على خلفية ملفات عدة، ولا سيما المياه والطاقة والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية حسب ما نقلت وسائل إعلام روسيا. وأضاف وفقا لقناة RT أنه لا يعتقد أن الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر. ووصف وحدة المجتمع الروسي بالسلاح الرئيسي للبلاد، مشيرا إلى أن أولئك الذين فكروا في قمع روسيا بالعقوبات والقوة المسلحة لم يأخذوا في الاعتبار وحدة مجتمعها. في إشارة لمعسكر القرب الذي يساند أوكرانيا منذ بداية الحرب قبل أكثر من عامين، وأكد أنه إذا أرسل حلفاء أوكرانيا قوات لمساعدة هذه الدولة التي مزقتها الحرب فإن ذلك لن يغير نتيجة النزاع. الخبر الأخير، أعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان نيسان وهوندا أنهما اتفقتا على استكشاف شراكة استراتيجية في السيارات الكهربائية ومجالات أخرى. وجاء في بيان مشترك توصلت الشركتان إلى التفاهم على أساس الاعتقاد بأنه من الضروري الجمع بين نقاط القوة لديهما واستكشاف إمكانية التعاون المستقبلي. وتساعد الشراكة المحتملة لنيسان مع منافستها المحلية هوندا على التوسع، وهو أمر بالغ الأهمية لشركات صناعة السيارات اليابانية حيث تواجه منافسة شديدة من شركة BYD الصينية. وتهدف هوندا إلى زيادة نسبة السيارات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود إلى 100% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2024.
ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. تشييع جثمان قائد القوات البحرية اللواء حمد محمد كاريكاري. ورشة عمل لمكافحة جراد الأشجار في القاشبركة. تدريب الشباب في مصوع. قوات الأمن الصومالية تحيي المنفذي هجوم على فندق. العراق وتركيا يشكلان لجانا مشتركة بمجالات متعددة. وبوتين يصف إنشاء محطات للطاقة النووية في الفضاء بأنه أولوية. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.